حموك ما جيرن وبش هاد جيرن هاد الناس ما كيتسالوا لنا ريال جوج. انا كنخلص الماء من شهر 12 وقاطع العيا وما الضو والما ديالي، واليوم راه معرضين علينا الدار ما خلاناش ندخلوا. انا كنطلب من الله والقانون يشد نصفني ويشد لي حقي. الناس كريم عندهم الدار انا ساكن فيها وتجادف فيها ولادي ووالدي 71 عام والسيدة 13 عام باش تكرا الدار، واليوم بيعملوا اي محاولات باش يفرقوني انا من الدار. هذا هو المشكل في كاين. جيشو لقيتو الباب مسدود؟ جيشو لقيتو الباب مسدود؟ بقى لنا نقاش في الدار. خرجاتكم؟ ملي خرجنا سقسوا علينا الدار، مشينا للكوميسارية قال لنا غنلحقوا ليكم، مشينا للمقاطعة قال لنا غنلحقوا ليكم. عندي ربعة الوليدات. فاش خدام؟ خدام بحري. مع كورونا ما بقيتيش خدمتي؟ وانا ما لاقيتش ركوب من شهر واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وشهر ستة، ما لقيناش ركوب فاش نمشوا. أنا كاع ما كنقولها لراجلي كاع ما نقولهاش ليك. وقطع لنا الضو. خدامة أنت؟ لا. راجلك هو المعيل ديال الأسرة. كيفاش خرجاتكم اليوم؟ دابا تناقشنا حنا. واش مولا الدار أو مول الدار ولا؟ مول الدار وبنتها. خرجتنا عرفتنا دقينا وبغات تحليلنا. إذا أنتم دابا غتبقاو في الزنقة، ما عندكم في كاين غتمشيو. من نمشيو لتحت من بعد برا. فين هاد الدار؟ السلام عليكم. فين مول الدار؟ فين هاد كاري؟ كل دارك وداش يعني انت بنتها علاش نهضر معاك الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يرضي عليك انت مولات العقل مولات العقل الله يرضي عليك الناس رجعوا عندي واش عمرتي رافضه تسمعيني الناس اللي عندكم مشكل وانا مستعد انني نتعاون معاهم، ولكن ماشي بهذه الطريقه تسدوا عليهم الباب. البيت بزاف قال تحت الساعه 12 ديال الليل. شوفي 12 ديال الليل اسمعيني انا الله يخليهم تحت الساعه دابا شحال 12 ديال الليل واش يباتوا برا؟ باتوا في الزنقه يدخلوا للدار ديالهم ويسكنوا. الا كان شي مشكل حتى ان شاء الله يجوا المقاطعه، ولا كان خارج الاختصاص ديالنا راه كاين القضاء. الله يرحم بالوالدين. خلي الناس يدخلوا. سير سير تفضلوا اجانب عليك. لا واش من عندك دابا ما تخليش. دابا انت كتكري هادي وكاري للناس وخلوهم يدخلوا للبيت. هي قانونية ماشي قانونية وماشي انسانية وماشي صحيحكم. ضرب الوالدة ديالك والله الماء والضوء والله الكراء. هو سمعيني راه نجيب لك لاكارت ديالهم تشوفها. ولكن هذا الشيء ميزون بين هذا الشيء اللي كتقولوا لي مع مع الدار ديال المحل ديالهم. ما عندكمش حق تمنعوهم من المحل ديالهم. المبادرة ديالو لا في الأولى ولا في الثانية. درنا جا القيد ورجعك للدار ديالك. جا في شهر جوج قال لي سير تنشر وخلي بلاكتك ودار المعاينه ديالك. قال الله يجعل صدر في السلطه والمالك وكل شيء الله ياخذ حق. رحم وليدي دخلنا الدار الله يجازيه الخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.